عمارة بقى بالنسبة للايه السؤال بقى، جيل جيلنا ولا جيل محمد صلاح؟ لا، الجيل بتاعنا، الجيل بتاعنا زي ما انا مع عمارة في الحاجة دي بشكل قوي جدا، ان احنا الجيل بتاعنا ان احنا زي ما قال كده احنا فيه كتير قوي محترفين عندنا حتة المهارة. وبعدين احنا ايه كان ساعتها في الملعب في حاجة اسمها ايه، ان انت ايه نظام ايه يقول لك صايع في الملعب، في صياعة في الملعب وبتاع الحاجات دي. اللعيبة اللي موجودة دي ما عندهمش حتة الايه ان هو امتى يعمل ايه يهدي اللعب، بس خلي بالك يا عبد الستار برضو نقطة مهمة لازم يبقى عارفها. هو احنا قلنا ليه كده؟ انت بتتكلم في 5 6 سنين احنا عايشين مع بعض في المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب قبل ما نروح المنتخب الكبير. ده صحيح. رحنا واخدين بقى 7 8 سنين كمان بتوع المنتخب، بس في مجموعه برضو كانوا عايشين مع بعض، يعني حجازي والنني وصلاح ما كل دول برضو كانوا مع بعض فتره بس كبيره جدا، بس مش كتيره زينا. بس انا انا بشوف ان احنا الفتره بتاعتنا مع رود كرول في المنتخب الاولمبي فادتنا جامد جدا جدا. لعبنا في افريقيا ولعبنا في اليابان ولعبنا في اوروبا تمام وحصل تقل للعيبه.